أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من برنامجكم التفاعلي تواصل دوت كوم. وفي عناوين هذا العدد، البداية ستكون مع العناوين. في البداية نتوقف عند مياه الأمطار التي أغرقت العديد من المناطق عن آخرها في بغداد وبابل وذي قار ومحافظات أخرى، ثم نذهب إلى واقع طلبة الأطفال بهذه المحافظات وكيف يمر الوقت عليهم وعلى ذويهم في ظل الأمطار وسوء البنية التحتية. بعد ذلك سنذهب وإياكم متجهين إلى البصرة، حيث خرج شبابها في تظاهرات وهتفوا محرضين أهل بغداد على النزول إلى الشوارع. أما الختام فسيكون مع تواصل حملة السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من علي العلاق محافظ البنك المركزي. أهلا بكم من جديد. فيما يتعلق بالأمطار التي هطلت في العراق وكيف أن التجهيزات غير مناسبة لاستقبال هذا الزائر الكريم القادم من السماء، إضافة إلى الإهمال الحكومي المتعلق بالقيام بواجباتهم في مختلف المحافظات. البداية مشاهدينا من بغداد، تحديدا منطقة السيدية قرب جامع الأقصى، وكيف غرقت المنطقة على آخرها بمياه الأمطار. سايبه غرقت بقى، سبحان الله العظيم. الآن إلى محافظة بابل، حيث منازل المدحتية بقضاء الحمزة الغربي بعد أمطار أغرقت العديد من البيوت هناك. شوفوا هذا المي، نشوف الدولة، يشوفون أعضاء برلمان، نشوف مدير البلدية، مدير الناحية، هاي بالحمزة الغربي. يلا هسه المن تناشد، المن تحكي، شوف المي وين وصل للغرف. المن تناشد، المن يقول هاي الغرفة مالنا، خلي يشوفون. المن تناشد. ناشد عادل عبد المهدي، أعضاء البرلمان يتعاركون على الكراسي. إلى ذي قار تحديدا، مستشفى سوق الشيوخ في المحافظة بعد تسرب مياه الأمطار إلى المستشفى. أرى مستشفى سوق، شوفوا خاف واحد يبوخ ويقول كذي. عندك مستشفى سوق الشيوخ، مستشفى السياحي درجة أولى، لا تجيب المشروب وتعال. ماكو مخرج منا. هذا ماي هنا ماي. ماكو اصلا، لا تفتح فتحه منا راح ينترس المستشفى كله. والله. تفضل. في وسط عشرات المناطق ومئات المنازل غرقت على آخرها بمياه الأمطار خلال الساعات القليلة السابقة. هاكم عمي حكومة واسط الرشيدة، خلف الله عليكم عمي، ضاع بيوتنا، ضاع بعينكم. قمنا نقعد الصبح نلقى بيوتنا مطوفة عمي، هذا المي خلف الله عليكم، والمجاري تخبوا، باع الفراشات عمي، باع بعينكم. وضعية هاي بشرفكم، بغيرتكم، بناموسكم، بالإسلام، باليهود، بالنصارى، اكو هيك عمي؟ يلا
اي واحد بيكم بمجلس محافظة واسط او محافظة واسط بكل الدوائر الحكومية. ومن واسط إلى ميسان، حيث مواطن يتنقل بالمشحوف متهكماً على الحكومة بسبب إهمالها المتواصل للواقع البيئي وعدم وفرة تجهيزات تعين المواطنين بدلاً من أن تكبدهم خسائر باهظة. نتابع. تعال تعال ايش فيك متوازي؟ وين حميد؟ احي سيارك. ايه هاي درابيننا، شوفوا شباب. ها حي الغدير، حي الغدير، يمي القراج. كل الدرابين فاضيه. ها شباب. يا ابو يدور فيها فاضي ابو البنين. ها شوفوا. شرف تار يا ابن جاي جاي. في محافظة البصرة، منطقة الحيانية أصبحت مسبحا للأطفال في ظل حكومة الفساد كما يقول عديد من النشطاء. هاي الحيانية شارع سي مسبح ببلاش، اي واحد عنده جهالة ما يعرفون يسبحون شي يجي يجيبها هنا يتعلمون السباحة، السباحة والمرة وبعدين ركوب الخيل وبعدين الرماية. مدام الحكومة موجودة ان شاء الله كل شي نتعلم. شوف هاي جماعة، هاي الاطفال الله يحفظ الحكومة إن شاء الله وينصر الشيعة. هاي الحيانية أم المجاري بها مجاري. الآن إلى محافظة التميم، حيث غرقت ساحة سيارات تحت جسر الشهداء بسبب سوء البنية التحتية غير المجهزة. نتابع. ومن غزارة الأمطار التي غمرت العديد من المناطق والبيوت في مختلف المحافظات، نبقى مع الأمطار ولكن كيف انعكست على واقع طلاب المدارس. الطلاب أثناء ذهابهم إلى المدرسة تحديدا في قضاء المدينة بمحافظة البصرة، تعالوا نتابع كيف كان حال المطر معهم. إليكم. نذهب وإياكم الآن حتى نلامس عن كثابة الظروف التي يتعرض إليها شارع مدرسة ابتدائية لطالبات الرميثة لمحافظة المثنى. هاي مدرسة الشارع الرئيسي مالتها صاير لك روبة، ساتين الباب اللي يضمن عدة المدرسين والمدرسات والمدير والطالبات المساكين، ما
ما لهم مجال بس طرف الحائط وقوة يمشون. وهاي شوف صاير لك اوف يعني هسه دولة يعني نفس سيارة وقوة يعني هاي وضعية هاي دوام العصر لكل الأطفال وأكو بعد دوام همينة حسب ما سمعت. في محافظة المثنى أيضا غرق مدرسة الأهرام الابتدائية بسبب إهمال حكومي للكارثة المستمرة داخل المدرسة، هذا ما تحدث به وذكره نشطاء وضعوا المقطع الذي ستشاهدونه الآن على مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا نتابع معا. هو اكو على اساس مجاري بس ما مسويهن. يعني نازل داخل المي اللي جوا؟ جوا لا بالمنظر؟ يا والله ما يطلع هذا الا من الشباب. هاي صار عندي الماي وهذا هو اذا نزل هذا الفيديو. هذا الفيديو انا اصور كمان من جوا فيديو؟ في حلقة سابقة من حلقات برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل دوت كوم كنا نشرنا مقطعا من إحدى مدارس محافظة ميسان، ويظهر المقطع كيف أن البيئة التعليمية والظروف المتوفرة داخل المدرسة لا تعين الطلبة على دراسة مناسبة تتوفر فيها أسس السلامة والرعاية اللازمة للأطفال. وبعد نشر ذلك المقطع وخوفاً من نشر المزيد من المقاطع، مدير تربية ميسان بدلاً من أن يوجد حلولاً من خلالها يحسن ظروف المدارس في محافظته قام بمنع التصوير داخل المدارس. هذا هو قرار مدير المحافظة، مدير محافظة ميسان، موجه منه إلى إدارات المدارس كافة، ويمنع بموجبها المدرسين من السماح للطلبة بأن يقوموا بتصوير مقاطع معينة داخل المدرسة. الآن نذهب وإياكم إلى ما تجدد من مظاهرات في محافظة البصرة، حيث أن المتظاهرين خرجوا هناك وهتفوا عاد عاد التاير عاد وصلوها البغداد. النشطاء قالوا إن البصرة تعود لانتفاضتها وتحدثوا عن إغلاق شوارع تؤدي إلى مبنى المحافظة.
كما ذكر النشطاء أيضا أن هناك أشخاصا مسؤولين في جهات مختلفة ومقربة من مراجع دينية تحرض علانية من أجل محاربة ناشط مواقع التواصل. جلال الصغير نموذجا نتابع. الجيوش الإلكترونية ليس صعبا على أجهزتنا الأمنية الإلكترونية أن تعرف من هم رؤوس هذه الجيوش، ليس صعبا أن تعرف من هي الأجهزة التي ترعى هؤلاء. اضربوا بيد من حديد على واحد من هؤلاء، أخرجوه إلى التلفزيون وضعوه أمام المواطنين ليحدثهم من الذي يدفع له، من الذي يحرضه، من الذي يحركه، سيفتضح الجميع وسيكف الجميع عن هذا العبث اللي حقيقة ما وصل في أي بلد من البلدان إلى هذا المستوى من الافتراء ومن الأكاذيب، والإنسان هم ما يدري وين يروح حتى يشتكي أو حتى يعبر عن ألمه. اليوم الحكومة معنينة، أوقفوا هذه المهزلة. إذا تريدون تحافظون على هيبة الدولة وتعززون هيبة الدولة روحوا إلى هذه الموارد. ليس صعبا أن تكتشف أن الجهة الفلانية مسؤولها فلان هو اللي جاي يغذي وهو اللي عند المجموعة الفلانية. أجهزتنا الأمنية تستطيع أن تعرف جميع هؤلاء. مو صعبة على الفنيين الإلكترونيين أن يشخصون فلان 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 فلان، الآي بي الفلاني، الكمبيوتر الفلاني، الجهاز الفلاني هو الذي يحرك مثل هذه المجموعة، فلان الآخر يحرك هذه المجموعة وهكذا. لا تأربع من هؤلاء، لو تم إيقافهم ستجدون أن الساحة فيها الكثير من الهدوء، فيها الكثير من العودة إلى العقلانيات، إلى الحوار الأخلاقي. يسمون شعب متحرك. إلى موضوع آخر نذهب وإياكم الآن، حيث أن السخرية لا تزال مستمرة من حديث محافظ المركز علي العلاق بشأن تلف 7 مليارات دينار عراقي. تعالوا نتابع وإياكم. لحقوا شغل مطاراتكم، 7 مليارات جنب البواري بالماي. هسه بس شغل مطار يصب فلوس، شوف بس شغل مطار يصب فلوس يا اخ، والله نعمه هاي. يلا تقولون الدوله ما تفيد، ما حد يبوق عمي، كله بالماي يجي. 7 مليارات جنب الصمندات مال ماي، شغل مطارك وكله يصب فلوس. اليوم من الصبح لسه بس يصبون فلوس، بس كون شوي اليوم الماء يقطع. يا الله يا الله، كله فلوس يصب يا اخي، نعمه نعمه وبركه، يصب كله فلوس. شوفوا هاي النعمه، يلا تقولون يبوقون. الاموال التالفه بين معترضتين تصل المنازل عبر مياه الاساله. هذا كان مقطع ساخر، نتابع الان ما ستعرضه امامكم هذه الشاشه. دعونا نتابع. السلام عليكم اخوان، أنا عايش في فنلندا، صار 3 سنوات وشهرين وعندي 1000 دينار بمحفظة مشققة وطابة بالبحر، يعني المي مال البحر المالح صاير بيها والألف داخلها شنو منقع. أطلع لكم الألف، هذا الألف قديم، هذا آخر ألف طلعت بيه من مطار بغداد، قديم باعه، ما بي اسم هذا على العلاق مدري شو اسمه، باعه راح أخليه وين بالمي. أريده شي يصير، أريده يتخربط يموت، كل شيء ما بي لا يلون. شوفوا خلي اسوي لكم طريقة ثانية، ايش راح اخلي. الى فقرة ارائكم وصلنا اعزائنا المشاهدين، وفيها قائد احد الالوية فيما يسمى الحرس الثوري الايراني يقف عند قبر الرئيس الراحل صدام حسين. بعد مقطع الفيديو نذهب وإياكم لنرصد أبرز التعليقات عليه، تعالوا نتابع وإياكم. فيلم إن شاء الله توزيع. كانت هذه الصورة التي شاهدتم وكيف يظهر فيها المسؤول الإيراني وهو يدوس على قبر الراحل
صدام حسين. نتابع وإياكم الآن أبرز التعليقات التي جاءت رد فعل على هذه الصورة. في التعليق الأول، الحقوقي سيف أبو إبراهيم يكتب: مننت انت نكرة وأدخلوك الأرض الرافدين، من هم أنكر منك وأسقط منك. إذن هو يوجه رسالته إلى هذا المسؤول الإيراني ممتعضا من تصرفه. إلى تعليق آخر، في التعليق الثاني أبو إبراهيم العراقي يكتب: هذا أسلوب الجبناء والله. إذن هي رسالة واضحة من مواطن عراقي. الآن نذهب وإياكم إلى تعليق جديد. في التعليق الجديد إبراهيم يكتب: الأيام دول، فإن كانت لك فلا تفجر وإن كانت عليك فلا تضجر، هذه سنة الله في الأرض، سنة الله في الأرض، لو عقلها هذا الأحمق لما تجشم عناء السفر ليصور هذه اللقطة البائسة. أيضا هذا المواطن يوجه رسالته إلى المسؤول الإيراني الذي ظهر في المقطع. إلى التعليق الجديد نذهب وإياكم الآن، وكتبه فوزي الجغيفي يكتب، يقول فوزي: ما أشبه اليوم بالبارحة، فقد وقف بالأمس خنزير فرنسي على قبر صلاح الدين الأيوبي وقال: لقد عدنا يا صلاح الدين. الآن ننتقل وإياكم من بعد هذا المقطع مشاهدين الكرام إلى المقطع الأخير الذي جاء تعقيبا على الصورة التي شاهدتم للمسؤول الإيراني داود النرويجي يكتب: قمة السفالة والطائفية الرثة، كنت مختلفا مع سياسة المرحوم صدام حسين، ولكن لا يمكن أبدا للمذابل الإيرانية أن تتطاول على أحد من شكل التاريخ التاريخ العراقي الحديث، وعند الله الحساب واللعنة على إيران وكلابها. هذا كان رأي عينة رصدناها لكم من الشارع العراقي عبر فيسبوك مشاهدينا الأعزاء. الآن ننتقل إلى تويتر. غرقوا 7 مليارات دينار عراقية، هذا كان الهاشتاج الذي نشط خلال الساعات القليلة الماضية. نقرأ عليكم أبرز التغريدات التي اخترناها لكم وذيلت بهذا الهاشتاج غرق 7 مليار. حيدر يكتب: بدل السخرية والاستهزاء الذي يبديه العراقيون حول موضوع غرق الأموال، كان يجب الخروج بمظاهرات عارمة. حيدر مختلف مع من يقومون بتقديم مقاطع السخرية ويقول: يجب عليكم أن تخرجوا بمظاهرات، لا أن تصوروا المقاطع الساخرة فحسب، فإنها وحدها لا تكفي بحسب حيدر. إلى التغريدة التالية نذهب وإياكم، وكتبتها دينا النعيمي تقول: دينا، غرقوا 7 مليار، باتشر مطر والعنده فلوس بالمصرف، لو يسحبن لو يشتري شادر ويغطي المصرف، الحاضر يعلم الغايب، بعد ماكو أمان. دينا متهكمة على حديث محافظ المصرف المركزي تنصح المواطنين العراقيين بما استمعتم إليه في تغريدتها. إلى تغريدة الثالثة نذهب وإياكم، وكتبتها يوهان غوتا أو كتبها يوهان، يقول يوهان: سمجنا تطفو فوق المياه وفلوسنا تغرق، العراق تاليها شلون؟ يوهان يتحدث عن كارثة نفوق ملايين الأسماك وكيف ما حصل في البنك المركزي، وحديث علي العلاق عن ضياع أو تلف 7 مليارات دينار. إلى التغريدة الأخيرة. التغريدة الأخيرة كانت من نصيب مرتضى علي، يقول: مرتضى غرق 7 مليار، غرق معها حتى مجرد الأمل بمشروع إصلاح العملية السياسية في العراق، ميت والضرب بالميت حرام، يجب على الشعب قبر هذه العملية، فقد أصبحت جيفة وجودها لا يحتمل. مشاهدينا بعد الفاصل ننتقل إلى المقاطع المصورة. مقطع مصور عن اليوم الدولي للتسامح، تعالوا نتعرف معا على محتواه.
إذن فالظلم الحكومي يهدد أي فرصة لإقامة ثقافة التسامح في العراق، هذا ما ورد في المقطع المصور الذي شاهدناه عن قبل قليل. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم تواصل.com. إلى اللقاء.